تعادل ايجابي بين النادي الاهلي وفلامينجو في الشوط الاول اللي اداه النادي الاهلي باداء جيد، ويمكن اثرت حركه الهواء وحركه الرياح على سيطره اللعيبه للكره، ولكن تمكن النادي الاهلي من انه يبقى ند ويتفوق في بعض فترات على فلامينجو البرازيلي، وقدر احمد عبد القادر يرجع في المباراه بضربه راسيه من كورنر اداها علي معلول. كابتن شريف، 1-1 نتيجه مقنعه الشوط الاول، بل بالعكس النادي الاهلي تفوق بعض الفترات كمان على فلامينجو. 1-1 كانت فرصه كبيره جدا في الشوط الاول ان انت تتقدم بعد الهدف اللي انت جبته. حقيقه لعيب النادي الاهلي بيلعبوا بروح كبيره جدا، ولكن الهواء اللي موجود في الملعب يعني على الفرقتين الحقيقه. الكره بتغير اتجاهها في احيانا من بعض التمريرات، ولكن انا شايف الاهلي احسن. الاهلي هو اللي واقف على رجله في الملعب، وفرقه فلامينجو بعد ما جات لها ضربه الجزاء وجالها كره ثانيه الحقيقه، الراجل صدها الشناوي ايوه وطلعت الكره فوق العارضه. هم دول الكورتين اللي لعبوهم طول ال 45 او 45 دقيقه الاولى، يعني ما عملوش اي حاجه تحسب ليهم. حتى الكره دي لو ما كانش علي معلول حط رجله مع الراجل، الكره كانت رايحه لعبد المنعم، يعني ما كانش فيها خطوره خالص يعني. فانا بتمنى نفس الروح ونفس الاداء ده بتاع النادي الاهلي، ويكون الدنيا في نص ملعب فريق فلامينجو يكون كره احسن لنا احنا في حكايه الهوا دي. بنتمنى ان احنا نربط شويه الشكل الدفاعي شويه بنص ملعبنا، ما تبقاش الحكايه في اي كاونتر اتاك علينا يبقى في خطوره. يعني احنا بنطلع بكل عادل كان بيقول لك حمدي فتحي لازم يبقى متمركز وكده، لا هو بعد ما جه فينا الجون ما بقاش فيه تمركز، بقى كله حر وكله بيلعب حسب الكوره بتودينا فين وبترجعنا، وعايزين نروح عشان نعوض، وعايزين احنا لازم يبقى لنا شكل ارتكازي في الملعب. في اي كوره ثانيه تجينا يبقى عندنا السيفتي، سيفتي ان احنا نطلع كوره سليمه ما تبقاش علينا، دايما احنا اللي بنسبب مشاكل علينا. مزبوط. بالتمرير الخاطئ، ولكن حاله الهوا هو اللي عامل كده في اللعيبه. انا بشكر اللعيبه على الروح اللي هم بيلعبوا بيها، واتمنى انه تبقى مثمره بتحقيق اهداف بقى، يعني الكرات العرضيه الحاجات دي احنا من كره ثابته زي ما قلنا جبنا جول. أيوة. فنتمنى يكون لنا التقدم في الشوط الثاني باذن الله. باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء، نتيجه منطقيه ومقنعه لاحداث الشوط الاول. على احداث الشوط الاول من فرقتين يعني. أيوة. احنا فضلنا متحفظين شويه مع فريق فلامينجو اللي هو ما بيعملش حاجه خالص، فريق متواضع جدا. لازم كنت نضغط عليهم الاول، كنت ممكن تبقى النتيجه احسن بكتير. انت بس ابتديت تحس بشخصيتك بعد هدف التعادل، هدف التعادل استلمت الكوره بقت نص الملعب انت اكتر، بقت انت خطوره كويسه، بقى شكلك الهجومي احسن بكتير من الاول. في الاول كان في بعض البطء وبعض احتفاظ بالكوره، لكن بعد الهدف يمكن في تحرر شويه. هم ما اعرفش ان فريق متواضع، احنا برضو ادينا حجم اكبر من اللازم ليهم، لكن مع هذا ما تدوش مساحات. لكن انت احسن، انت احسن لو لعبت في هدوء، لو لعبت من غير مشي بالكوره، مشي بالكوره وجري بالكوره، اعتقد هيوفر كتير قوي على شكلك شويه. بتمنى كل اللي حسين الشحات بدايه من الشوط الثاني هيفرق كويس قوي، لان هم عندهم مشكله مش طبيعيه في خط دفاعهم، خصوصا الكره العرضيه. يعني الهدف جه من ضربه ركنيه، كره ثابته، كره ثابته، وكل كره ثابته خطر عليه، خطر. في كره عملها علي معلول على راس حمدي فتحي بتعامل معاها وحش، لكن في السكس يارد برضه خطر، مع انهم عندهم اطوار كتير، لكن الموضوع مش موضوع اطوار، لكن الموضوع مراقبه ودايما في تايمنج. هم عندهم مشاكل في خط الدفاع كتير جدا، ان شاء الله يبقى الضغط الهجوم اكتر ويبقى بس اللعب سهل، اللعب سريع شويه. هل مستر كولر هيغير فكره في الشوط الثاني ولا لا؟ انا شايف ان هي 4-2-3-1، لكن الاربعه لازم يعني الشكل يبان، الافراد الشكل يبان. الاربعه يعني مين، كل واحد يلعب في مكان صح. انا في اوقات كتير قوي بتلخبط بين الاربعه، الوحيد اللي ثابت مكانه محمد شريف. لكن اللا مركزيه دي ما لازم مركزيه برضو بهدوء بهدوء. يعني محمد طاهر على الخط بقاله كتير قوي، اللي بيتحرك لجوه هو عبد القادر. لو حسين الشحات على الخط اعتقد ناحيه اليمين هيبقى الخطوره عندك اعلى بكتير ان شاء الله. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه للشوط الاول. بدايه فلامينجو احرزوا الهدف الاولاني، كان هم البدايه كان افضل ليهم، ولكن بعد الهدف النادي الاهلي رجع بالسر في رجوعه. تحرك الامامي كان تحرك فيه سرعات كويسه، واللعيبه بتوع نص الملعب اضيقوا المساحات، حتى السرد باكين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم طلعوا لقدام شويه، ودي كانت افضل شيء ليك. الحاجه المهمه انك انت الهواء في مشكله عندك معاه، الشوط الثاني كان الهواء معاك ساعدك، وقف الكوره كتير، ما خلاش تبقى الكوره سريعه.
هو سلاح ذو حدين، ممكن يبوظ لك لعبك، وممكن شوت والتسديد والحاجات دي يعمل عليك خطوره جامده، فتكير من الشوط الثاني من التسديد. اما الرجوع كان رجوع جيد، يمكن انت اخر 10 دقايق كان لازم تجيب جول تاني، كنت استغليت الفرصه وجبت الهدف. جت فرصه محمد شريف علشان تغير، لازم علشان تكسب المباراه يبقى عندك اصرار اكتر، لازم يبقى في حته تغييره كده في الحته الاماميه. من وجهه نظري ان نزول حسين هيبقى مهم جدا، وفوقانه ده ان هو يلعب في ناحيه اليمين، لان عندهم هم مشكله في الـ في الـ في الخط الدفاع، مشكلتهم نص ملعب وهجوم مش بطلين، عندهم خطوره ولكن مشكلتهم في الدفاع. مستر كولر مع تاثير الهواء ممكن يغير في طريقه اللعب ويلعب نص ملعبه، ولا هيلعب نفس الاسلوب؟ لا، هو خلي بالك لما تيجي تلعب والهواء مش معاك، لازم تضغط الفرقه او ما تعملش عمق. لا، لازم تطلع قدام لما الهواء يبقى ضدك، عشان الكور هتبقى طويله، السرعة يبقى طويل يطلع بره. بس لازم الشناوي يخلي باله من حته الليبرو، ودي ضروره جدا. صحيح. لكن التغيير افتكر ان هو مش هيغير في طريقه اللعب، ممكن يغير في الافراد. يعني اتمنى يغير من البدايه، يعني يلعب حسين. يعني حسين هيفرق معاك كتير قوي مكان، يعني ايهما في الثلاثه الاماميين، يمكن بيرستاو ماشي بصوره جيده، هو ممكن طاهر، محمد طاهر ان هو يلعب، او محمد شريف وتلعب بيرستاو راس حربه وتغير تعمل التغيير. ولكن في الاخر انت عاوز تروح لاقصى وقت علشان يعني بلغه الكره تسرقهم او تحسمها انت في الشوط الثاني ان شاء الله. يعني شوف، انا هقول لك حاجه، في ظل الهوا وفي ظل التغير الملعب بالشكل ده، افتكر انك انت يعني لازم تتحفز شويه الشوط الثاني، رغم ان انت مفنش الشوط الاولاني كويس قوي. لو نزلت الشوط الاولاني وضغطت، يعني افتكر ان يستنوا شويه حتى ما نشوف طريقه الهواء ايه اللي هيحصل فيها، عشان الموضوع صعب قوي. الكره بتقف في الهواء، ولما بتروح الناحيه الثانيه شفت الكره اللي اترفعت، كانت بتترفع بالعرض للنادي الاهلي، طلعت عاليه فوق الجون، فدي هتبقى مشكله عند محمد الشناوي. كابتن بلال، احداث الشوط الاول كانت ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي، الشوط الثاني زي ما قالوا الكباتن هيتغير، هيبقى الهواء ضد النادي الاهلي. الشوط الاولاني ادى الاهلي بصوره جيده، يمكن احنا كنا في بعض الفترات زي ما قالوا الكباتن افضل كمان من فلامينجو البرازيلي. الشوط الثاني ايه اللي يدور في عقل مستر كولر وهيلعب ازاي؟ اولا خلينا نقول ان المباراه يعني سيئه بطبيعه الاجواء بتاعتها، يعني الهواء شديد جدا، الهواء مأثر على الاداء، سريعه الناحيه دي جدا، بطيئه الناحيه دي جدا، انت يعني مش قادر يعني تخمن الكره يعني هتقف هتهدى هتجري، صعب السيطره والتحكم. طبعا ده موضوع بيبقى صعب جدا على الفرق اللي بتعرف تلعب كوره، فرقه الاهلي بيلعب كوره كويس، فانت النهارده عشان تباصي الكوره، هل انت بتعمل حساب الهواء؟ تمام، فبتلعب بص جامده شويه، بص يعني هادي، ولا عايز تلعب بص طويل فخايف الكره تروح، ففي حاجات غصب عنك انت، تمام، مش قادر تسيطر عليها، لان الهواء ده يعني غصب عنك. تمام، كره سريعه جدا على الارض، انت مش عارف تعمل ثرو باس، لان كل كره بتجري بسرعه جدا جدا جدا، مش قادر تتحكم في رتم الاداء بسبب طبيعه الجو. ولكن كان ممكن نستغل الشوط الثاني بشكل افضل من كده. انت لما دايما كانوا زمان بيعلمونا الهواء يبقى ضدك، حاول دايما تلعب على الجول اكتر، حاول تشوط حتى التصاب من بعيد، الكره ممكن ترتد، يعني شايفين حتى الجول بتاعهم يعني اضعف حد في الملعب لما الهواء يكون معاك. طبعا حارس المرمى بتاعهم ضعيف. أيوة. جدا 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 جدا. أيوة. الكرات العرضيه بيطلع مزبوط. بشكل سيء جدا، يعني مفيش حتى الكل الكرانر، مفيش ولا كورنر طلع مسك الكره او لعب الكره، باستثناء الكره لما اتلعبت عرضيه كانت في ايده، كان ممكن يمسكها لعبها بوكس، فواضح ان هو عنده يعني انعدام ثقه، او دي امكانياته، او أيوة. دي قدراته، فكان لازم نستغل الموضوع ده بشكل افضل من كده. بس عموما الحاله الفنيه للاعيبه النادي الاهلي كانت افضل من فلامينجو الشوط الاول، ولكن انت سيطرت في بعض الاوقات، يعني تقريبا بعد تسجيل الهدف الاهلي قدر ان هو يستحوذ بشكل جيد، باستثناء الفرصه اللي اتلعبت كاونتر اتاك، وده اللي احنا
خد بالك اتكلمنا فيها كابتن ايمن وقلنا يعني دايما ما تديش مساحات للفرق اللي عندهم سرعات. الشوط الثاني مختلف شويه. الشوط الثاني انت بتلعب طبعا انت بتلعب عكس التيار زي ما بيقولوا، عكس اتجاه الهواء. هم فرقه بتمتاز بالسرعه زي ما انت شايف، بانه واحد اثنين ابتدوا يلعبوا على اطراف الملعب لواحد من الاثنين اللي موجودين على الاثنين الوينجرز بتوعهم عشان يستغلوا السرعات والمهارات بتاعتهم، او واحده لراس الحربه. هم متميزين في الحته دي لان هم يمتلكوا السرعه والمهاره. الجو او الهواء ممكن يساعدهم الشوط الثاني على ان هم يعملوا كده. انت مطلوب منك الشوط الثاني انك تقفل بس، تدافع بس من بعيد شويه يعني عشان ما تديش فرصه للكرات الطوليه، ما تديش فرصه ان هو يبقى عنده مساحه يشتغل يجري فيها ويستغل السرعات بتاعته. لازم تبقى قافل بشكل كويس. مطلوب من لعيبه النادي الاهلي النهارده ان احنا نقفل الشوط الثاني بشكل كويس. يعني التقفيل يا جماعه لازم نلف حوالي 30 40 يارده بالكثير جدا جدا الشوط الثاني عشان ما تديش يعني فرصه ان هم يستغلوا، لان هم بيعملوا الدبل باس بشكل كويس وبعدين تلاقي غير اتجاه اللعب مره ناحيه اليمين ناحيه الشمال عشان يستغلوا السرعات اللي موجوده عند رقم 7 ريبري وبيدرو. ده لعيب كويس جدا بيكمل مكان ناصر حربه، بيعملوا شيفت مع بعض، واحد بينزل تحت وهو بيكمل فوق في الحاجات اللي فيها يعني اختراقات. فالنهارده عشان تقفل الحته دي لازم اولا تبقى قافل بشكل كويس قريب جدا من الخطوط، تاني حاجه تدافع من ورا شويه عشان ما تديش فرصه للسرعات. احنا بنلعب كوره كويسه، كره الاهلي جيده، يعني بنحاول ان احنا ننقل من رجل لرجل. لازم نستغل الكرات العرضيه، هم سيئين جدا في التمركز في الكرات العرضيه. النهارده عبد المنعم جاله فرصه واضحه وصريحه جدا جدا جدا، حمدي فتحي جاله فرصه، صحيح. يعني محمد شريف جاله فرصه، تمام، وقدرت تسجل من كره عرضيه برضو من احمد عبد القادر. فالنهارده انا عندهم مشكله لازم اشتغل عليها، لازم اشتغلها بشكل كويس. هم واضح ان هم يعني عايز اقول لك مش حاسين بنفسهم، يعني بيلعبوا جيم مدينك انطباع ان الجيم سهل، لكن الجيم صعب عليهم. الاهلي مصعب الجيم عليهم خاصه في صحيح. نهايه الشوط الاول. توفيق للنادي الاهلي باذن الله تعالى ان شاء الله، ونستغل الكرات العرضيه ونشتغل عليها بشكل جيد، هنقدر نسجل هدف في الشوط الثاني. كابتن شريف، مستر كولر هل ممكن يلجا للدكه الشوط الثاني؟ طبعا هيلجا للدكه من البدايه، ولا الدنيا كلها بتسال على حسين الشحات، يعني كلنا بنسال على حسين الشحات. انت اللي انت محتاجه في الشوط الثاني انك انت تتعامل مع الهوا ده بالباص السليم. تاني حاجه الفينش، اهم حاجه عندك في المباراه زي دي في الفتره اللي جايه دي 45 الفينش، لازم تهتم بالفينش. اللاعب اللي هو جاي له الكره ممكن يلعبها بالراحه جدا، الكره العرضيه اللي جات لمحمد ممكن اوجهها بس في وجود الهوا ده، هي هتروح لوحدها بليتنج زي ما عبد القادر وجه براسه الكره جوه جول. سهل جدا تتعامل من غير عصبيه، يعني يبقى عندي هدوء في الفينش. يعني كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.